ماشي، تفضل يا عزيز. صلي على سيدنا محمد. بص يا حبيبي، انت كنت بتتكلم على محمد وآل محمد، او لا تصلي على محمد وآل محمد، انت حر سبحانك. انت اللي حر، انت كده عيش حر. يعني الله لا يحتاج الى توجيهات تعطيها اياه، صلي على محمد او تصلي على محمد، وانت مالك، هو حر يصلي او ما يصليش، هو حر. لا انت راجل فاهم القصه، مش معناه ان هو يصلي. كلمه أوكي. اللهم صلي يعني بتدعي، مش فاضي بتدعي. مش فاضي يصلي على محمد وآل محمد سبحانه. لا 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 لا، يزيد من مقامه ويزيد من قدره واقدار الله سبحانه وتعالى، ومقامات الله لا تتناهى. الله سبحانه وتعالى ليس له حدود وليس له. أنتوا كده بتعطلوا. شوف، هو اضطر إنه سنفرغ لكم أيها الثقلين، سنفرغ لكم، هنفضلكم ليه؟ هنفضلكم ليه؟ لأنه حاليا مشغول بالصلاة على محمد وآل محمد. أنا بقول لهم سنفرغ لكم أيها الثقلين، يعني لما نبطل نصلي على محمد وآل محمد نفرغ من هذا، نفضلكم أنتوا أيها الثقلين. هل الله سبحانه وتعالى يأخذ من وقته شيئا سواء صلى على محمد أو صلى على العالمين؟ أمال ليه بيقول سنفرغ لكم أيها الثقلين؟ لا يعني انت راجل كنت بتدرس وتعرف تفسير الايات، هل سنفرغ لكم ايها الثقلين؟ انت كنت بتدرس، انت قول لي انت يعني ايه سنفرغ لكم ايها الثقلين؟ لا بفهمي انا كبشر، لكن الله سبحانه وتعالى قادر ان يفعل ما شاء. ليه بيقول لنا سنفرغ لكم ايها الثقلين؟ ما افادتها الايه؟ يخاطب عقلي، اننا عقلي انا كبشر محدود الفهم. هو مش يخاطب عقلك بحاجة مفهومة، ما انت عقلك فاهم ان هو المفروض سبحانه وتعالى يعني لا يشغله شيء، فليه بيقول لك انت سنفرغ لك ما يثق لها؟ ان كده بيفشخ عقلك، بيحطك في حاجة اسمها التنفر المعرفي. يعني لا لا لا، يعني ايه التنفر المعرفي؟ يعني سبحانه بيقول لك الحاجة وعكسها، بيقول لك انا سبحاني بعرف اعمل كل حاجة في نفس الوقت، ما فيش حاجة اسمها بتعطلني. وبعدين يجي سبحانه يقول لك سنفرغ لكم ايها الثقلين، بيعمل لنا سبحانه حاجة اسمها التنفر المعرفي سبحانه. ليه مش هو يمهل الظالم؟ الله حاجة سبحانه وتعالى يقول لك سنفرغ لكم، يعني ايه سنفرغ لكم؟ سنفرغ لكم يعني حفضلكم نفسي. يعني حفضلكم، هفضلكم نفسي ليكم. هفضلكم نفسي. ما هفضلكم نفسي بالفهم. مين اللي بيقول كده؟ البشر اللي يقول، البشر اللي يقولوا هفضلكم نفسي. انما الاله ما ينفعش يقول كده، لان هو قال لنا في مواضع اخرى ان هو ايه، ان هو سبحانه وتعالى ما فيش شيء يشغله عن شيء. الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيفما شاء وقتما شاء. أما اللي بيقول لنا سنفرغ لكم أيها الثقلين، أنا لا أصادر على الله، مع الله سبحانه وتعالى ما يقول، يقول ما يشاء كيفما شاء. ما احنا بنقول أنا هفضلك نفسي. أيوة، لما ربنا يقول لي أنا حفضلك، لما ربنا يقول لي أنا حفضلكم، يبقى كده هو بينقد كلام قاله لنا قبل كده ان هو لا يشغله شيء عن شيء. كده ده بيسبب لنا حاجه اسمها تنافر المعرفي. نقعد نقول لا، تنافر المعرفي مش هيحصل، ما يحصلش ليه؟ إزاي؟ للي فاهم إزاي؟ واللي عايز يفهم. لا بالعكس، ما احنا كنا بنفهم. ده الواحد لما كان بيقرا الايه ديت، وهو انا كنت بحب السوره دي الرحمن جدا، اجي عند سنفرغ لكم ايها الثقلان دي احس بضيق في الصدر. ليه ضيق في الصدر؟ لان ليه سبحانك تفرغ لنا ليه ايها الثقلين؟ ليه؟ ما انت سبحانك يعني، وانت ينفع تقول لنا كده؟ وانت برضو هفضلكم يا اولاد الكلب، ينفع كده يا راجل سبحانك؟ لا ما لو انت، معلش، ما انت لو اله زيه تمام تقول الكلمتين دول. لا، ما انا مش لكن إله، انت بشر مخلوق، انت بشر، انت بشر يخاطبك بعقلك. انا لو اله زيه، انا لو اله زيه كنت هخلي الحياه ورديه. ما لأن أنا مش بخيل، مش بخيل أنا علشان خاطر أقول لك كده. أنا عشان أكرمك لازم أبتليك وطلع دينك. لا، أنا لا هكرمك من غير ما أبتليك. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. تعالى أحبك علشان أنا عارف. ما ينفعش، مش هعمل كده. حاجات كتير مش هعملها لو أنا كنت إله. فما تقوليش لو كنت إله، لا، لو إله هتصرف بشكل مختلف. عمري ما هأسيب طفل بأذى أبدا، بالعكس هخلي الأطفال سعداء. يبقى انت هتخلي الدنيا جنة كلها. هخلي الدنيا جنة. وليه لا؟ وليه ما خليهاش جنة؟ ومش هخلي حاجة اسمها موت خالص نهائيا. موت ده هلغيه. جميل، ما انت ما هتعيش في حياة تانية، في حياة اخرى. لا، انت بتقولي لو انت اله، اقول لك بالحاجات اللي هعملها لو انا اله. لا، ده انا هوسع بقى، وانا عندي قدرة مطلقة ان انا ابني عوالم. ده انا هعمل عوالم بلا حدود، واخلي الناس تعيش للابد، واخليهم سعداء للابد، وحفرح معاهم وفرحهم، واظهر لكل واحد فيهم، واشرب شاي معاهم وقهوه، واعيش معاهم ومعاهم كلهم في نفس الوقت. انا قدير بقى، ده انا قدير، ده انا حذق، ده انا هعمل حاجات يا جدع لو كنت إله.
بس حاولوا اتخانق معاهم واقول لهم سنفرغ لكم ايها الثقلان والله لا لا لكم يا ولدي. مش هعمل كده مش هعمل لا كده. لا هي القصه مش كده. القصه انه كان في بدايه للخليقه والناس عاصت الله سبحانه وتعالى وادم عصى ربه سبحانه عصى ربنا سبحانه وتعالى قال له طب خلاص هتنزل الارض وهتعيش فتره فيها انت وذريتك وهترجع لي تاني لجنات بس الخطه ديت ربنا هو اللي اصلا حاططها كلها على بعضها ان هو يعصي وكده كل ده ربنا عمله. طب ربنا هو بيكتب السيناريو ده يعني ما شافش ان ممكن يبقى في سيناريو تاني احسن منه إن آدم ما يعصيش مثلا ولا حاجة أو إن آدم يعصي وربنا يقول له ماشي يا آدم أنت عصيتني يعني ماشي يا آدم أنا بص ده آدم هي ما كانتش أنت عصيتني أنت كلت من الشجرة آدم بص أنا إيه هرصك في ودنك تعال تعال من فضل ونعمة الله يديله قطة ودن مش يروح جاي فشخ وفشخ الدنيا وفشخ البشرية يقول لك أنت ما كلتش أصل أنت كلت من الشجرة لا يكتب يعني اللي هو عايز يعمل سيناريو وحبكة ومعصية وبتاع لازم يدخل معصية في الموضوع مش سيناريو يديله قرصة ودن كده الله سبحانه وتعالى قال له هتعيش في الجنة ما تروحش هنا ما تاكلش من الشجرة دي صحيح قال له ما تروحش هنا راح هنا راح هنا آدم راح هنا مش مشكلة هي حضروا مرة واثنين وثلاثة وألف ماشي قضية راجل ما قتلش قتيل يعني راح كلم الشجرة خلاص تعالى آدم هنا تعالى آدم هنا تعالى حواء تعالى آدم تعالى حواء تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان تعالوا 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 ويحجي أرسهم في ودنهم يدلهم أرسهم في ودنهم يقرسهم في ودنهم يا حبيبي إنما ينزلهم للأرض ويشخهم يطلع دين أمهم يغرقهم وبعدين يطلع ينزل يخسف في بعضهم الأرض ويرسل على بعضهم ريحة مسرسرة ويقعد يلطش وفي الآخر يقول أكثر الناس مش مؤمنين ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من المزيد والموضوع يوصل مع البشر إلى هذا المستوى من العداء ما بين الله والبشر لا يعني هو لو أنا بكتب السيناريو مش هكتب السيناريو زي ده سبحانه هو بيكتب السيناريو ده أكيد كان ضرب كتير كثير من الويسكي أكيد الكثير من الويسكي لا 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 لا. الكثير من الويسكي بيخلي الإله عدواني يكتب سيناريوهات عدوانية زي كده فين العدوانية فين العدوانية انت بإيدك تكتب سيناريو مختلف ورحت جاي مختار السيناريو ده ها ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نعم لو أنا عايز كنت طب ليه حق ليه سبحان حق طب ليه ما تملاش الجنة والجهنم دي ما تملهاش ليه يا حاج مين اللي ضرب ما حدش ضربك على ايدك يا حاج انت ما تفك الكيس بتاعك شويه كرم من اللي انت قلت لنا عليه يا حاج شويه كرم من اللي انت قلت لنا عليه ما الكرم جاي الكرم جاي فيه. وكرم جاي كبير جدا هيملى جهنم ناس تصرخ وتصوت من الالم في عذاب الحريق فين الكرم في ده المعاند حبيبي ده المعاند لما يجي يفهم ويفهم القصه الصحيحه ويعارض ويكفر بالقصه طالما امن بيها ده يرمى في جهنم ويروح في 60 داهية غرفة داهية لما يعرف الخالق سبحانه وتعالى عين المعرفة ويفهم الدين الحق ويعرض عنه تمام ده غرفة داهية يتحرق ولا يتفرم ولا غرفة 60 داهية ربنا بيتكلم عن المعاند ربنا بيتكلمش عن المعاند بيتكلم عن اللي يشرك به كمان بيقولك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك من يشاء يعني ربنا عقله صغير جدا يعني انت دلوقتي لو رحت انت عبدت معاه يعني انت دلوقتي رحت جبت وثن بس رحت جبت وثن صنم من اصنام رحت السوق جبت تمثال انا رحت جبت تمثال من السوق وعبدت ربنا وعبدت التمثال ده معلش يا ربنا انا بعبدك وبحب كل حاجه بس انا بعبد التمثال ده بيفكرني بيك سبحانك اوكي ما نعبدهم مثلا يعني بيفكرني بيك بيقربني منك بيفكرني بيك بعبدك وبعبده ما تزعلش تروح جاي انت عامل عقلك بعقل التمثال ده تقول له لا انت ليه بتشرك بيا ده انا هطلع دين امك ده هعذبك بس لو ادالك عقل ادالك عقل تفكر ماشي بيه. انا عقلي على قد انا بفكر في انا كده حاجه بعمل انت معلش يبقى انت تقوم عذبني انا عملت ايه انا عملت ايه يعني لما عملت جريمه انا لما رحت عبدت صنم من غيرك وتعبده ليه هو انا حر بقى عبدته يعني خلاص عبدته بقى زي بعضه بقى يعني ربنا عامل عقله بعقل الصنم ده قاعد يفكر كده يبص للصنم احسب مني في ايه ده عشان يعبده كده سيبك بس من الحاجات الصغيره دي خلينا في الكلام الصغيره ما دي فكره اساسيه في الاسلام فكره ما تدخلش الدماغ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكده ربنا دماغه صغيره جدا